رجعت النهاردة لقيت نفسيتها وحشة أوي لدرجة إنها مطلعة العجلة بتاعتها وقاعدة بيها قدام الباب ومش عارفة تعمل إيه. على طول بقى كلمت لها ياسر لأن أنا ما كنتش قادر أنزل الصراحة، بس قلت له هو هيعمل إيه بالظبط. أصل الهانم بقالها كام يوم ما بتروحش تعمل شوبينج، وده بيأثر في نفسيتها جامد تقريبا كده. حب الشوبينج ده حاجة هما بيتولدوا بيها. المهم بقى إنها راحت جننت عمها كالعادة في السوبر ماركت لأن هو مش عارف الحاجات اللي هي بتعملها هناك. وطبعا أول حاجة بتعملها كالعادة تعدي على تلاجة الجبنة عشان عمه يديها أي حاجة في إيديها تاكلها وهي بتعمل الشوبينج بتاعها. وخلاص روقت على حالها بقى تبتدي شقاوة. سحبه بقى وراها يا عيني السوبر ماركت كله وتقول له يا عم انت لسه ما شفتش حاجة، ده انا بعمل في بابا حاجات اكتر من كده بكتير. يلا طب هات يلا هات. لوكس قديم قوي. خلصت بقى فرهدة وتقول له يلا بينا عشان جه وقت الحساب يا معلم. خارجة بقى ومزقططة وبتتنطط والتكشيرة راحت، ما عملت كل اللي هي عايزاه خلاص. قول لي بقى انت كمان لما بتبقى متضايق بتفك ازاي؟ يمكن الاقي حاجة ارخص من الشوبينج اعملها لها.